هل تخطيت الحدود؟ لا 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 لا، تخطيتها منذ 7 ساعات. الآن ستذهب إلى السجن. إذن ما المفاجأة؟ لا يمكنني الانتظار. بعت والديك. ماذا؟ قلت لك بعت والديك. من يريد رؤية خدعة بالبالونات؟ تبتسم حقاً؟ أوه، انظر إلى فرحة هؤلاء الأطفال، هذا جميل. ثم هم بوالين، هذا لا يهم. حولوني إلى الله. كيف يمكنك تمالك أعصابك بعد كل هذا؟ بعد كل ما فعلته لك جعلتك تخسر أصدقائك وأحبائك، وأكلت آخر ميتبول لديك، وكل هذا لأثبت أنك سيء مثلي. هل كنت على خطأ؟ وهل ما زلت تسأل؟ شكراً مان، كنت أشك بنفسي. السر هو أن تبقى إيجابياً. يقول المثل اضحك للدنيا، الدنيا تضحك لك. هاي أنت، أتشتري مثلجات وجدتها على الرصيف؟ نعم، تفضل 20 دولاراً. أتبادل المثلجات ببالونات؟ نعم. ماما، بابا، هذا الشاب الوحيد الذي ساعدني. إليك 20 دولاراً، صارت 20 مليوناً. ابتعد عنه. ألين، هل ستسامحني؟ نعم. تذوق الميت بولز التي حضرتها لك. أكيد. شكراً لك. دود، ماذا توقعت؟ لقد فرقت عينيك بساعدين. كل أيامنا ذهبت سدى. من اليوم سنضحك للدنيا ونقول نعم. نعم. يا أفضل بستي. ماذا؟ أنا أيضا. شكرا جايز. أتريدان القيام بعمل خيري؟ نعم. ما اسم المؤسسة؟ أنقذ الحمام. صنعت زي بنفسي رائع صحيح، ولكن المظلات صممت لأشخاص أخف مني. هل أنتما موافقان؟ نعم. جيد. على الأقل أنقذنا الحمام. لا لا لا، نشرنا الوعي فقط، لم ننقذ أي حمام بعد. مهلا، من يقود الطائرة؟ دود، هذا لا ينفع. قلنا نعم لكل شيء ولم نقم بأي عمل جيد. هل يوجد دكتور هنا؟ أنا دكتورة في الفلسفة. أنا دكتور في مسلسل تلفزيوني. أنا كنت دكتور. هل يوجد دكتور حقيقي هنا؟ لا، لكنه يحتاج إلينا. طيب، سنساعده بعد أن ندرس الطب 7 سنين. يحتاج إلينا الآن. لم أضع يدي في زلعوم رجل غريب أبدا. لكن ماذا لو أنقذنا حياته فعاش وربح الأموال واشترى لنا طائرات خاصة ولبسنا سلاسل ذهب وأكلنا الماس ليل نهار في بيت من الكريستال؟ ليز، أي دكتور هنا؟ نعم. دود، هذا خيالي، كل ما حلمنا به. أكره حياتي. أنا أيضا أشعر وكأن حجرة سقطت في معدتي. دود، هذا الماس، حين تحصل على كل شيء لا تعود ترغب بشيء. كنت أفضل حياتي السابقة. حسنا، لنعود إليها إذا. أنا آسف جداً آلين، شككت في لطفك وصدقك، لكن تعلمت الكثير عن نفسي. أهم شيء أنني شخص سيء جداً وأنك أفضل مني، لذا يا شكراً لك. الأهم أن تبقى صادقاً مع نفسك. توقف عن إصدار هذا الصوت. ماذا؟ جر رجليك، هذا الصريخ. ماذا؟ أنا لا أفهم، تعني هكذا؟ الفور. يس، أخيراً أنزلتك إلى مستواي وعرفت أنني سأغلبك. كم أشعر بتحسن الآن. علي إخبار داروين. أفعل أي شيء لإسعادك.